نسميها كيميكال انترفيرنسز، حاجه بنسميها دكتور انفورميشن اوف كومباوندز اوف لو فوليتيليتي. ايش يعني لو فوليتيليتي؟ الان سيبك من اللي مكتوب هون، ركز معي، يعني بمعنى اسمعني ولا تطلع على اللي موجود عندك على الباوربوينت. لنفرض انك انت الان بتحلل كالسيوم، لنفرض جدلا انك انت الان بتحلل كالسيوم، اجتك عينه مياه، عينه تربه، اي عينه ما، والان انت مطلوب منك تحلل عنصر الكالسيوم دكتور. الان تخيل دكتور انه الان الوسط اللي انت بتشتغل فيه انه الان فيه صلفيت او فوسفيت. الصلفيت هو SO4-2 والفوسفيت PO4-3. طبعا الان انت ما بتعرف انه في صلفيت او انت ما بتعرف في فوسفيت، وحتى وان عرفت، حتى لو انت عرفت يا دكتور انه في عندك الان انايز، حتى لو انت عرفت انه انت عندك انايز، ايش بيطلع بيدك تعمل؟ ممكن تعمل حاجه اسمها ماسكينج، وممكن تزبط وممكن ما تزبط، تمام؟ الان في عندي تصادف، انه الان عندي انا كالسيوم انا بدي احدد نسبته او تركيزه، وعندي دكتور في عندي صلفيت او فوسفيت. في عندي صلفيت او فوسفيت انايز، هذول انترفيرنسز، هذول شوائب، هذول متداخلات قاعدين بيخربوا. ايش اللي راح يصير؟ الان راح يجي جزء من الكالسيوم يرتبط مع الفوسفيت او يرتبط مع الصلفيت ويكون عندي الان كومبلكس. هذا الكومبلكس دكتور الفوليتيليتي تاعته، مش احنا اتفقنا في الاتوميك ابزوربشن انه الان الماده بيصير لها عمليه فوليتيلايزيشن، يعني بيصير لها الان نعملها ساكينج اوف نيوكلايزيشن، بعدين ايريزول، بعدين بنطلعها للفليم، وبالفليم بيصير الاتومايزيشن. الان المشكله اذا اتحد الكالسيوم مع الصلفيت او الفوسفيت ماشي الحال، ما عاد نقدر نفكهم عن بعضهم البعض، يعني بمعنى الان كونوا لي كومبلكس، وبالتالي الان تركيز الكالسيوم قل، يعني بمعنى الجزء اللي اتحد مع الصلفيت او الفوسفيت ما حقدر اقيسه، لانه ما راح يتحول عندي لايون لاتوم دكتور، ما راح يتحول عندي لمين؟ لاتوم، تمام؟ هاي المشكله بنسميها فورميشن اوف كومباوند اوف لو فوليتيليتي. شو يعني لو فوليتيليتي؟ يعني نسبه التطاير بتاعته قلت. ليش؟ لانه الكالسيوم لحاله كان بامكاني الان انا اعمل له عمليه فابورايزيشن واعمل له عمليه اتومايزيشن، لكن الكالسيوم فوسفيت، ها الكالسيوم اللي هو Ca3BO4 الكل باي 2، هذا دكتور ما بقدر اعمل له، تمام؟ وبالتالي الان تكون عندي كومبلكس اللي هو الكالسيوم فوسفيت او الكالسيوم صفيت بنسبه تطاير او نسبه فرصه انه اعمل له فابورايزيشن او اني افصل الكالسيوم عن الصلفيت او الفوسفيت وبعدين اعمل له اتومايزيشن، هذه بتصير نسبه قليله. اذا في المحصله ايش اللي صار؟ انا خسرت جزء من الكالسيوم. هذه مشكله، هذه مشكله دكتور اللي احنا بنسميها فورميشن اوف كومباوند اوف لو فوليتيليتي، هاي معناها. واحيانا احيانا هلا راح اقرا لك الباور بوي السلايد، احيانا المشكله مش بس بتيجي من الانايونز. لاحظ الان المشكله اللي واجهتنا في حاله الكالسيوم، انه الان انه كان في عندي انايونز عملت كومبلكس مع الكالسيوم خربت علي الشغل، اخذت جزء من الكالسيوم عملته كومبلكس وما عاد اللي هو ما عاد اللي صار له اتومايزيشن. هلا الان في 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 بعض الاحيان وجود كاتيون، يعني كاتيون مع كاتيون كمان بخرب علي، يعني هنا ذاكر لي الان الالمنيوم مع المغنيسيوم ممكن يعملوا الان في الحراره العاليه لما بتصير عندك في منطقه اللهب بيعملوا عندك اللي هو ما يسمى بالهيت ستيبل الالمنيوم مغنيسيوم كومباوند، فما بصير لهم اتومايزيشن. الان بالمجمل دكتور اي شيء ما بيعمل لي اتومايزيشن، ما بيساعد في انها العنصر تاعي يصير له كومبليت اتومايزيشن، هذا بيخرب علي شغلي. وبالتالي دكتور خلينا نشوف شو مكتوب هون. The most common type of interferences is by anion، اللي انا حكيت لك اياها، تمام؟ ليش هاي الانايون شو بتعمل يا دكتور؟ هيها بتعمل form compounds of low volatility with analyte، لانها بتكون مركبات بتطاير اقل، خلينا نقول بتطاير اقل مع الانالايت تاع اللي هو في حالتي اللي هو عباره عن الكالسيوم. وبالتالي لما بتكون هاي المركبات هاي compound with low volatility ايش بتعمل بالحاله هاي؟ انا بقول لك شو بتعمل، بتقلل الريت ات ويتش ذا انالايت از اتومايز. اذا قللت الاتومايزيشن، اذا قللت الاتومايزيشن، اذا هاي المشكله من اكبر المشاكل اللي بتواجهنا فيما يسمى بالاتوميك ماجورنس، انه بكون في عندي انايونز
وبتعمل انتر اكشن، بتعمل كومباوند مع الكاتاليز تاعي الانالايت تاعي، وهاي الكومباوند بتكون لو فوليتيليتي ما بتقدر تعمل لها عمليه اتومايزيشن، تمام؟ وبالتالي دكتور الان بتقلل نسبه العنصر تاعي، تمام؟ وهذا حاكي لك اللي هو كالسيوم مع فوسفيت، نفس القصه اللي انا حكيت لك اياها، وبقول لك المشكله مش بس انايون مع العنصر تاعي، لا ممكن كاتاين كمان ياثر على كاتاين، يعني زي الالمنيوم لما ياثر على المغنيسيوم ويكون ما يسمى بالهيت ستيبل الالمنيوم مغنيسيوم كومباوند، تمام؟ اذا واضح جدا انه الانفايرمنت بتاثر دكتور، او الماتريكس بياثر على عمليه الاتومايزيشن. طب شو الحل دكتور ايات؟ ايش نعمل في الحاله؟ انا بقول لك شو نعمل بالحاله هاي دكتور. لما الان بصير عندك كومباوندز ولو فوليتيليتي بسبب الانترفيرنسز، الان بدك تستخدم واحده من ثنتين، يا اما بتستخدم حاجه بنسميها ريليزنج ايجنت، يا اما بنستخدم حاجه بنسميها بروتكتيف ايجنت. طب شو الريليزنج ايجنت؟ هذول مهمين وبسال عنهم دائما بالامتحان دكتور، وهذا التشابتر من حصه الفاينل، تمام؟ هلا الريليزنج ايجنت هي عباره عن كاتايونز، ركز معي، كاتايونز غير الانالايت تاعك. ما هو الان الانالايت تاعك هو كاتايون، في الاتوميك سبكتروسكوبي عاده احنا بنشتغل على كاتايون، تمام؟ هلا الان الكاتايونز الريليزنج ايجنت عباره عن كاتايون بتتفاعل بشكل تفضيلي مع الانترفيرنسز، يعني خليني اضرب لك مثال وان شاء الله بتفهمه من السياق. هلا الان مش قبل شوي كان في عندك فوسفيت او صلفيت بياثر على الكالسيوم، طب شو رايك الان احنا نروح نجيب كاتايون، يعني مثلا اي كاتايون في الجدول الدوري. طبعا الان ما بزبط تجيب اي كاتايون، لازم الكاتايون هذا يكون سيلكتيف للانايون، يعني مثلا لو رحنا جبنا باريوم، والان حطيناه على السليوشن على الميكشر، الباريوم بيتفاعل مع الصلفيت وبرسبه، وهيك بصفي الكالسيوم تاعي فري، بصفي الكالسيوم تاعي شو ماله فري. خلصت ولا ما خلصت من الانايون؟ خلصت. هذا نسميه ريليزنج ايجنت. اذا الريليزنج ايجنت دكتور هو عباره عن كاتايونز تضاف للعينه تاعتك اللي فيها انترفيرنسز، وبتتفاعل هاي الكاتايونز مع الانترفيرنسز بشكل تفضيلي. شو يعني تفضيلي؟ يعني سيلكتيف. فمثلا لو ضفنا باريوم للمثال السابق، بيجي الباريوم بتفاعل مع الصلفيت وباخذ الصلفيت وبروح لجنب، وهيك بصف الكالسيوم تاعي شو ماله فري، بصف الكالسيوم تاعي شو ماله فري. خلاص كان الصلفيت يتفاعل مع الكالسيوم، دخل الباريوم اخذ الصلفيت وراح، ماشي الحال، اخذ الصلفيت وخلصني منه، وهيك بيكون عندي. طبعا بيكون الان لما بنقول سيلكتيف يعني الباريوم لما بيمسك مع الصلفيت ما عاد يتركه، لانه لو كان الان الانتر اكشن بين الباريوم والصلفيت ضعيف بتركه بيرجع مره ثانيه لمين؟ للكالسيوم. لكن لما بيكون قوي سيلكتيف، لما بيكون سيلكتيف، وهي بنعلمكم اياها في الـ في الـ في الجرافيمتريك اناليسيس، تمام؟ لما بيكون الان الانتر سيلكتيف له، وخلينا نقول بتفاعل معه بشكل تفضيلي، خلاص بيمسك فيه، نزل الباريوم اخذ الصلفيت وخلصني منه وبصفي الكالسيوم تاعي فري. او بتضيف كاتايون اخر للفوسفيت بتفاعل مع الفوسفيت وباخذ بخلي لي الكالسيوم فري. هذا النوع الاول من الحلول اللي هو الريليزنج ايجنت. طب شو البروتكتيف ايجنت يا دكتور؟ لا، البروتكتيف ايجنت يا دكتور هذا عباره عن مركب ضخم زي الايديتا اللي برضه بنشرحه في بالتحليليه واحد، او كومبلكسنج ايجنت زي الثمانية هيدروكسيكونيلين، او زي حاجه بنسميها الاي بي دي سي اللي هي امونيوم سولتس اوف واحد بايرولو الى اخره، تمام؟ اللي هي بتكون عباره عن كومبلكسنج ايجنت، تمام؟ فهون لاحظ الماده هاي اللي هي الامونيوم سولت اوف واحد بايرول دايين، اللي هو عباره عن كاربو داي ثيويك اسيد، تمام؟ هذا بيكون، لاحظ المركبات هاي اللي هون، هذه بتكون كومبلكسنج ايجنت. شو يعني كومبلكسنج ايجنت؟ يعني كومبلكسنج ايجنت، ماشي الحال، يعني بتدخل على السليوشن على العينه تاعتي وبتمسك الانترفيرنسز، ماشي الحال. لاحظوا شو كاتب،
هاي بريفنت انترفيرنسز. شو بتعمل هاي؟ تيجي المركبات هاي بتتفاعل مع الانالايت تاعي اللي انا بدي اياه. لاحظ الريليزنج ايجنت اتفاعل، الكاتيونز اللي انا ضفته اتفاعل مع الانترفيرنسز، لكن البروتكتيف ايجنت شو بيعمل دكتور؟ زي الايديتا باجي انا بحطه، شو بيعمل الايديتا؟ بيروح على الكالسيوم اللي هو الانالايت تاعي اللي انا بدي احدد نسبته وبتفاعل معه وبيكون ستيبل بط فولاتايل. يعني شو بيعمل؟ بيجي بيغلف الكالسيوم تاعي وبيحميه من السلفيت والفوسفيت. وبعدين لما بصير له عملية نيوبيلايزيشن باللهب شو ماله؟ الايديتا بفك عن الكالسيوم والكالسيوم بصير له اتومايزيشن والكومبلكس هذا فولاتايل. تمام؟ إذا مرة ثانية نميز، الريليزنج ايجنت هو كاتيون بتفاعل مع الانترفيرنسز زي مثال الباريوم والصلفين. البروتكتيف ايجنت لا، هو عبارة عن كومبلكسنج ايجنت او كيليتنج ايجنت او بالفضوء احيانا كيليتنج ايجنت، هو عبارة عن كومبلكسنج ايجنت. بيدخل شو بيعمل؟ بيلاقي الكالسيوم، بيجي بيمسك بالكالسيوم وبيعمل معه كومبلكس ستيبل بس فولاتايل. هلا وين صفى الكالسيوم تاعك انت الانالايت تاعك اللي هو الكالسيوم؟ صفى شابك كله مع الايديتا، يعني بمعنى الفوسفيت والصلفيت ما عاد يقدر ياخذه من الايديتا لانه الايديتا كومبلكسنج ايجنت قوي. تمام؟ فالان شو عمل فيه؟ الاجل كومبلكسنج ايجنت هذا وغلف الانالايت تاعك اخذه وعمل معه كومبلكس، ولما لما يوصلوا لمنطقه اللهب دكتور بتركوا بعض لانه فولاتايل، بتركوا بعض وبصير اتومايزيشن للكالسيوم اللي انت بدك تحدد نسبته. تمام؟ اذا هذه مشكله الكومباوندز اوف لو فوليتيليتي. ماشي الحال؟ ايش عرضت لك شو سبب المشكله وايش حل المشكله؟ من الكيميكال انترفيرنسز دكتور اللي احنا بنواجهها في الاتوميك اللي هي ما يسمى بالديسوسيشن. شو يعني ديسوسيشن؟ يعني الان كاتب لك الجازيوس انفايرمنت في فليم اور فيرنس، في عندك نمرس ديسوسيشن اند اسوسيشن رياكشن ليد تو كونفرجن اوف ميتاليك كونستيتوانت تو ذا اليمنت ستيت سام اوف ذيس رياكشن. شو دكتور شو اللي بصير هون؟ الان لاحظ انه الان اللي بصير انه الان الميتال شبك مع الاكسجين، لانه بتعرف لما بتحرق الشيء بتكون اكسيده. هلا لاحظ الان هذا بيعمل ريفيرسبل، مره بفك ومرة برجع بمسك، هذا ريفيرسبل. شو يعني؟ يعني الميتال مش دائما موجود على شكل اتوم. تمام؟ لاحظ انه هذا التفاعل شو ماله؟ بيعمل اسوسيشن ديسوسيشن. لاحظ هون الميتال عامل مع اللي هو عبارة عن الاكسجين، عامل اوكسايد، ميتال اوكسايد. الان فك كون ايش؟ ميتال، برجع مرة ثانية بمسك مع الاكسجين وبرجع. احنا المطلوب مننا انها الميتال تكون شو مالها؟ بوضعها الاتوم. بوضعها الاتوميك ستيت. هيو كاتب لي وير ام از ذا انالايت اتوم. تمام؟ احنا مش مطلوب مننا الماده تكون على هذا الشكل ولا على هذا الشكل، احنا مطلوب مننا الماده تكون هذا، يعني بمعنى التفاعل ما بدناش اياه يرجع. شوف دكتور كيف الفانديوم اوكسايد، شوف الالومنيوم اوكسايد، هذا الاسوسيشن، اسوسيشن يعني بتحدد مع بعض، يعني الميتال مع الاكسجين بيعاود بيكون ميتال اوكسايد، الفانديوم مع الاكسجين بيكون فانديوم اوكسايد، وبرجع مره ثانيه الفانديوم اوكسايد بيرجع مره ثانيه بيكون إيه. هذا الحكي ما بزبط، يعني بمعنى مره ميتال اوكسايد مره ميتال، مره ميتال اوكسايد مره ميتال، هذا الحكي ما بزبط. هذه مشكله في اللي هو الاتوميك سبكتروسكوبي، وتعد من اللي هي تعزى الى الكيميكال انترفيرنسز. ايضا من المشاكل اللي بتواجهنا في الكيميكال انترفيرنسز حاجه بنسميها انا اسف يا جماعه الحاجه بنسميها الايونايزيشن. الايونايزيشن هو انك تاخذ منه الكترون وتترك عليه شحن موجب. تمام؟ هلا مره ثانيه دكتور انت مطلوب منك الماده الميتال انه يكون في الميتاليك ستيت، انه يكون شو ماله في الميتاليك ستيت، ما يكونش في الايونيك ستيت. فلاحظ الان هذا التفاعل، هذا الايونايزيشن، ها هذا غير محبب، هذا يعتبر انترفيرنسز، هذا يعتبر انترفيرنسز. فشوف الان شو كاتب لك، الايونايزيشن اوف اتومز اند مولكيول از سمول ان كومبوزيشن ميكستشر ذات انفولف اير اس اوكسيدنت. يعني لما بتستخدم الاير
كأوكسيدنت ماشي الحال، عملية الأيونيزيشن بتكون قليلة ومهملة. في الهاير تمبريتشر فليم لما بتستخدم الأكسجين أو نيتروس أوكسايد الأيونيزيشن بيزيد. يعني الناس اللي بتستخدم الأير كأوكسيدنت المشكلة هاي مهملة. لما بيرتفع درجة حرارة، لما بترتفع درجة الحرارة، يعني متى بترتفع درجة الحرارة؟ ارجع للجدول اللي علمتك إياه. يعني دكتور لما بتستخدم انت النيتروس اوكسيد او الاكسجين كاكسيدنت ماشي الحال، هون بصير عندك الايونيزيشن امبورتنت. اوكي، وكاتب لك ا سيجنيفيكانت كونسنتريشن اوف فري الكترون اكزيست از ا كونسيكونس اوف ايكوليبريم، لانه هذا الميتال بيرجع بيثك بصير ايون وبيكون عندك الالكترون، وهذا التفاعل ابدا 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 غير مرغوب فيه. تمام، هذا دكتور غير مرغوب فيه. فهذه ايضا تعد من المشاكل اللي احنا بنواجهها. طيب خلينا الآن نروح دكتور، هاي الكيميكال انترفيرنسز خلصناها، خلينا نروح الآن اللي هو حاجة بنسميها الاندكتيف كابل دبلازم، وهي كان المفروض نشرحها دكتور لما شرحنا الفليم والفيرنس، لأنه في هرس شارح لك الاتومايزيشن ميثود. الاتومايزيشن ميثود دكتور هي ثلاث أشياء. شو الاتومايزيشن يعني؟ يعني أنك تحول الأتوم الأيون لأتوم. احنا قلنا اما فليم شرحناه، واما جرافايت فيرنس الفرن شرحناه بشكل بسيط. في اكم معلومه بس راح اضيفها من هرس على هذا، على الفيرنس ما بدي اطالبكم فيها كلها. والنوع الثالث البلازما اللي احنا بنسميه اندكتيفلي كابلد بلازما. وفي الاندكتيفلي كابلد بلازما هذا صار الان مشهور جدا دكتور، وصار بيغطي على كل شيء في الاتوم. يعني الان العالم كله بيتجه للاندكتيفلي كابلد بلازما. تمام، وجهاز غالي جدا خصوصا اذا كان الديتكتور ماس سبيك. فالان الاندكتيفلي كابلد بلازما، خلينا بس الان نحكي حسنات مقارنه مره ثانيه دكتور، ركز معي مره ثانيه. البلازما هي عباره عن عمليه اتومايزيشن. اتومايزيشن، ركز معي، اتومايزيشن يعني انا الاتومايزيشن انك تحول الايون لاتوم. هذا الحكي بصير بثلاثه طرق، اما بالبلازم، اما بالفليم وشرحنا، واما بالفيرنس. تمام، وشرحنا وحكينا مقارنه بين هذا وهذا، بالفليم والفيرنس. واما النوع الثالث هو اندكت اللي هو البلازما. البلازما بتفوق على الاثنين هذولك، على الفليم والفيرنس. ليش؟ اول شغله خلينا نذكر حسناته، انه الان هو من ناحيه الحراره هو ضعف الفليم. يعني الفليم احنا قديش اخر اشي وصلنا لما كنا نغير اوكسيدنت وفليم، تتذكروا كان اقصى اشي وصلنا 3300 تقريبا. هو بقول لك هذا بوصل، بل انه بوصل ثلاثة اضعاف، لانه معروف بالاندكتيف كابلد بلازما بنوصل 10000 كلمة. بنوصل دكتور حوالي 10000 كلمة. انت عارف شو يعني 10000 كلمة؟ يعني يا دكتور وهذا راح نشوفه في بولتزمان equation المحاضرة اللي القادمة بإذن الله تعالى. الاندكتيفلي الآن اللي يعني في 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 لما توصل 10000 كلفن يعني بده يصير أتوم، يعني الحرارة عالية عالية جدا جدا جدا. تمام، فالآن من حسناته الاندكتيفلي كابلد بلازما، وهلا بشرح لك إياه، من حسناته دكتور هو إنه حرارته من ضعفين لثلاثة أضعاف الحرارة اللي بنحصلها في الفليم. الآن أيضا شو كاتب لي هون؟ الهاي تمبريتشر اللي بنحصلها في البلازما الاستابيليتي، وهي دائما بسألكم عنها بالامتحان على فكرة، بقول لكم شو ليش البلازما أفضل من الفليم أو الفيرنس. بتقول لي يا دكتور ليه؟ عدة أسباب. واحد الهاي تمبريتشر، اثنين الاستابيليتي، ثلاثة الإنرت أرجون إنفايرومنت. شو يعني إنرت أرجون إنفايرومنت؟ يعني ما بصيرش انترفيرنسز اللي كنا نحكي عنها قبل شوي. الانترفيرنسز اللي بنواجهها بالفليم او بالفيرنس ما بنلاقيها بالبلازما. والسبب انه الان في عندي هنا انرت ارجون انفايرمنت. هلا راح اشرح لك الرسمه، تمام، اذا ظل في حيل هلا راح اشرح لك الرسمه. تمام، ايضا من مزايا مش بس واحد اثنين ثلاث، هنا نقطه رقم